عن الإمام الصادق عليه السلام: ليس منا من لم يؤمن برجعتنا. واحدة من مراحل الدولة المهدوية يوم الرجعة، ظهور الإمام تهيئة للرجعة. يقول لا ظهور بلا رجعة، فعند ذلك يعبد الله ولا يشرك به شيئا. الرجعة هي رجوع بعض الأموات في آخر الزمان إلى هذه الحياة بذات الأبدان والهياكل التي كانوا بها في حياتهم الأولى. الرجعة متى تكون؟ الروايات تقول أن الرجعة ليست في فترة معينة وتنتهي، إنما تبدأ بفترة معينة، تبدأ مع ظهور إمامنا صلوات الله عليه. مع الظهور تبدأ الحالة هذه، يظهر أناس معه، تنشق الأرض عنهم ويخرجوا لنصرة الإمام المهدي عليه السلام. هذه البداية لكن لا تنتهي، هناك استمرار لظهور هؤلاء مع استمرار الصراع بين الحق والباطل. هناك فوارق عديدة بين الرجعة والمعاد. ليست الرجعة حشر الناس كلهم أجمعون، بينما في المعاد الأكبر من خصائص المعاد الأكبر حشر الناس كلهم أجمعون. الفارق الثاني، أرض القيامة تختلف عن أرض الرجعة. نعم، أرض الدنيا يوم تبدل الأرض غير الأرض، كذا تصير الجبال وما شابه ذلك. أرض القيامة أرض وصفها القرآن بأوصاف معينة، أما أرض الرجعة هي نفس أرض الدنيا. الفارق الأول بين الرجعة والتناسخ أن التناسخ الروح ترجع إلى جسم آخر، إما إلى نطفة إنسانية أو في رحم أم أخرى، أب آخر، أصلاب أخرى. بينما القول بالرجعة في الحقيقة لا، رجوع إلى نفس الجسم. الفارق الثاني في الرجعة، الرجعة زيادة تكميل الامتحان لشخصية الإنسان، بينما في التناسخ يرجع إلى هوية أخرى، تماهي الهويات، إبادة الشخصيات. القول بالرجعة برهان مقدم وقوعي من الله عز وجل للمعاد الأكبر، بينما في التناسخ يستلزم فيه إنكار المعاد وإنكار الجنة والنار. ففارق جوهري إذن بين التناسخ وبين القول بالرجعة. الآيات الكريمة في القرآن الكريم في وقوع الرجعة في الأمم المتقدمة كثيرة. الآية الأولى، الله تعالى يقول: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتموا فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. قتيل والجناية سجلت ضد مجهول كما يقال. من هو القاتل؟ الله تعالى قال: خذوا هذا القتيل واضربوه بالبقرة، فقلنا اضربوه ببعضها. وإذا بهذا القتيل يعود إلى الحياة من جديد ويقول: فلان قتلني لكذا وكذا، ثم يموت من جديد. هذه رجعة أو مو رجعة؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، لما مر عزير وشاف المجزرة التي فعلها بوخذنصر، خلت جثث على الأرض والسباع تأكل فيها، إش قال؟ أنا يحيي هذه الله بعد موتها. وهو صاعد على يمن على حمارة ويا الطعام، فأماته الله 100 عام ثم بعث. إش قد موته؟ 100 عام. وبعدين الله رجعه، نوب الله كلمه قال له: انظر إلى حمارك وطعامك لم يتسن. شنو يعني لم يتغير؟ وإذا بالطعام 100 سنة الله محافظ عليه، قادر لو مو قادر. إذن القرآن أشار
إلى آيات كثيرة تدل على اليمن على الرجعة. الآية الثالثة: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. 70 أخذتهم الصاعقة فماتوا. فدعا الله نبي الله موسى. الآن أتهم قومي يتهمونني بأنك أنت الذي قتلت هؤلاء، وإذا بالروح تعود إلى هذه الأبدان. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال عز وجل أيضا وأيضا في عيسى عليه السلام: وإذ تخرج الموتى بإذني، كما قال أيضا حكاية عن عيسى: وأحيي الموتى بإذن الله. وقد أجمع الكل مسلمين ومسيحيين على أن عيسى عليه السلام قد أحيا ميتا أو أكثر ورده إلى الحياة الدنيا. الآية الكريمة التي تقول: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا أماتهم الله في لحظة واحدة. مر بهم نبي الله حزقيل وتوسل إلى الله تبارك وتعالى: يا رب أمتهم أحيهم واجعل ذلك آية لهم. قال لهم الله موتوا ثم أحياهم في هذه الدنيا، أعادهم إلى الدنيا. ما المشكلة في ذلك؟ فمسألة حاصلة في الأمم السابقة وستحصل في أمتنا هذه. قد ذكر النبي صلى الله عليه وآله مرارا في حديث مشهور بين الفرق جميعا الإسلامية: لتركبن سنن من كان من قبلكم، حذو القذة بالقذة. وخصوصا بني إسرائيل، هذه الأمة ستسير وتحذو حذو بني إسرائيل في الفتن وفي المشاكل، حتى الرواية تقول: حتى أنهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فأكو تطابق في البلاء وأنواع البلاء والامتحانات الجارية على هذه الأمة. وقد جرى إحياء الموتى جرى في تلك الأمم وهو جار في هذه الأمة. حشرناهم جميعا فلم نغادر منهم أحدا. شوف الآية اللي بعدها ايش قالت: يوم نحشر من كل أمة فوجا. زين شنو يعني هذا القرآن يوجد والعياذ بالله تناقض بين آية وآية؟ شو يقول الصادق؟ يقول هاي الأولى تقول حشرناهم جميعا فلم نغادر منهم أحدا، تتكلم عن الحشر اللي في يوم القيامة، وهاي الآية اللي تقول حشر لبعض الناس يعني حياة بعد الموت، تتكلم عن الحشر اللي هو في الرجعة. آية أخرى مما يمكن الاستدلال به أيضا في موضوع الرجعة قوله تعالى: إنا لننصر، تأكيد بها، لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم يقوم الأشهاد واضح، يوم القيامة الله عز وجل ينصر هؤلاء يوم القيامة. أما في الحياة الدنيا أين هذا النصر؟ ألم يقتل أنبياء بني إسرائيل؟ ألم يقتل المؤمنون بهم وبمن بعدهم ومن قبلهم من الأنبياء الذين آمنوا بالرسل؟ ألم يكونوا تحت طائلة القتل والتشريد دائما؟ أين نصر الله عز وجل أنبياءه والذين آمنوا في الدنيا؟ وين؟ الإمام صلوات الله عليه يقول: هو في الرجعة. القرآن يقول: أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. يقول الموت الأولى في الدنيا، مات الإنسان كان حي ومات راح للقبر، هاي موت أولى. الموت الثانية في دولة الإمام المهدي لما يرجع للحياة وبقى حي بعد فترة عشانه راح يموت، كم موت صار؟ اثنين. وأحييتنا اثنتين. الحياة الأولى وين أحيانا؟ في الرجعة، كنا ميتين وشنو؟ رجعنا، هاي حياة أولى. الحياة الثانية متى؟ في يوم القيامة. الروايات عندنا أكثر من 500 رواية تدل على الرجعة. روي عن جميل الدراج عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قلت له:
قول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال عليه السلام: ذلك والله في الرجعة. أما علمت أن في أنبياء الله كثيرا لم ينصروا في الدنيا وقتلوا، وأئمة قد قتلوا ولم ينصروا؟ فذلك في الرجعة. قلت من لآل السائل: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. قال عليه السلام: هي الرجعة. إمام الباقر عليه السلام سز أيام الله ثلاثة: يوم قيام القائم، ويوم الكرة، ويوم القيامة. إمام الرضا يسأل المأمون، يسأل الإمام الرضا عليه السلام عن الرجعة، الإمام روح له الفداء يقول له: الرجعة حق قد كانت في الأمم السابقة. كما أن مسألة الرجعة هي محط إجماع علمائنا على مدى التاريخ، فقد قال الشيخ المفيد: اتفقت الإمامية على رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة، وإن كان بينهم في معنى الرجعة اختلاف. أما الشيخ صاحب البحار المجلسي رحمه الله فقد قال: أجمعت الشيعة على الرجعة في جميع الأعصار، واشتهرت بينهم كالشمس في رابعة النهار، حتى نظموها في أشعارهم واحتجوا بها على المخالفين في جميع أمصارهم. وقد طفحت الزيارات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام بخبر الرجعة، وكأنهم عليهم السلام أرادوا أن تبقى ماثلة في أذهان ووجدان الموالين، كقوله عليه السلام في زيارة الحسين: وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن. والإياب هو الرجعة. إن الزيارة الجامعة that is narrated by إمام الهادي: وجعلني ممن يقتص آثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهداكم ويحشر في زمرتكم ويكر في رجعتكم ويملك في دولتكم. وفي زيارة النبي والأئمة الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: إني من القائلين بفضلكم مقر برجعتكم لا أنكر لله قدرة. واحد من الأسباب لبيان قدرة الله جل وعلا في قضية عزير لما مر وشاف الأموات، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. الله لا شو يبين له قدرته، يريد يبين له أنا على كل شيء قدير. أولياء الله تعالى الذين عاشوا في هذه الحياة، هل عرفت الحياة قدرهم؟ هل عرفت الحياة قدر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ أنبياء الله العظام جميعا هل عرفت الدنيا قدرهم؟ في الآية الكريمة: ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الأنبياء، الأئمة، الأولياء يعودون إلى دنيا تعرف قدرهم. النبي راح مجهول بأبي وأمي عند هذه الأمة، وإلى الآن النبي مجهول، مغصوب حقه بأبي وأمي، النبي إلى الآن مظلوم. شوف إيش قد يذكر في مدارسنا، في مناهجنا التربوية، في جامعاتنا، أخلاق النبي صلى الله عليه وآله، معاجز النبي بأبي وأمي. هذا النبي اللي راح مظلوم، يقول النبي الله يرجعه للحياة الدنيا ويظهر معاجز النبي حتى يعرف الناس بمقام النبي صلى الله عليه وآله. الله تعالى خلقنا للعبادة وخلقنا للمعرفة. المؤمن هل يشبع من عبادة الله سبحانه وتعالى؟ الجواب كلا. المؤمنون يرحلون عن هذه الدنيا وظمأهم لم يروى. المؤمن يحب الله سبحانه، يحب عبادة الله،
يحب أن يتدرج أكثر في مدارج الكمال. الرجعة إتاحة فرصة جديدة لأولياء الله سبحانه وتعالى ليتزودوا في هذه الحياة أكثر. قرآن الكريم في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أسألكم، النصر الموعود به الرسل وأهل الإيمان واحد لو اثنين؟ في الحياة الدنيا هذا نصر، ويوم يقوم الأشهاد يعني في الآخرة هذا نصر. هل تستطيع أن تجعل يدك على أي نبي، أي إمام، أي مؤمن وتقول أنه تحقق له الانتصار في عالم الدنيا؟ لا يوجد. إذا لابد أن يكون لكم رجعة ليتحقق لهم الانتصار الأول في هذه الحياة الدنيا. بعض العلماء اللي هو علي المشهور يقول اللي يرجع فقط من محض الإيمان محض إيمان حقيقي، ومن محض الكفر محض. هذا اللي عليه مشهور العلماء. عن أبي عبد الله عليه السلام: أول من تنشق الأرض عنه ويرجع إلى الدنيا الحسين بن علي عليه السلام. يعود مع الإمام الحسين 70 من أصحابه الذين قتلوا معهم في كربلاء. قال أبو عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذه الآية تأويلها الرجعة. قال الإمام: نبيكم صلى الله عليه وآله راجع إليكم. عن أبي جعفر الإمام الباقر صلوات الله عليه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وعليا سيرجع. في قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني فإنهم يرجعون يعني الأئمة إلى الدنيا. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وتلا هذه الآية: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: ليؤمنن برسول الله صلى الله عليه وآله ولينصرن عليا أمير المؤمنين. قلت: ولينصرن أمير المؤمنين؟ قال: نعم والله من لدن آدم، فلم يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا رد جميعهم إلى الدنيا حتى يقاتلوا بين يدي علي بن أبي طالب. أكو عندنا روايات عن أهل البيت ذكرت البعض ممن يرجع في دولة الإمام ويكون من القياديين في دولة الإمام. أكو رواية ينقلها الشيخ المفيد رحمة الله عليه في الإرشاد والطبرسي عن الإمام الصادق بهذا المضمون: يخرج الإمام المهدي عليه السلام من ظهر الكوفة 27 رجل، 15 واحد أصحاب موسى سلام الله عليه وسبعة أصحاب الكهف، وصي موسى سلام الله عليه، يوشع ابن النون، أبو دجان الأنصاري، سلمان المحمدي، المقداد، مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه. الإمام الصادق عليه السلام في الرواية يقول: ما من إمام
في كل قرن إذا كر فالرجعة، يقول يكر معه كل بر وفاجر. يعني يقول يرجع الإمام الحسين سلام الله عليه وأصحابه، ويرجع الطاغوت اللي في زمان من يزيد عليه اللعنة وأصحابه. ذكر المفضل بن عمر قال: ذكرت القائمة ومن مات من أصحابنا ينتظره. فقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: إذا قام أتى المؤمن في قبره فيقال له: يا هذا إنه قد ظهر صاحبك، فإن تشأ تلحق به فالحق، وإن تشأ أن تقيم في كرامة ربك فأقم. أنت مخير، تريد تنصر صاحبك إمامك قوم، وإذا تريد تقعد بقبرك أنت على مكانتك، لكن إذا قمت لك بعد ثواب النصر بين يدي الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أول مرحلة في يوم الدين يوم الخروج، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم خروج الإمام يبدأ بصيحة، جبرائيل يصيح صيحة يسمع كلا بلغته، يقول: أيها الناس، ألا يا أهل العالم، قد ظهر مهدي آل محمد فاتبعوا. We believe that the first person that will return after Imam al-Mahdi's return is Imam Hussein عليه السلام. And he will seek vengeance from those that killed him, from those that oppressed him. And when Imam al-Mahdi dies, Imam Hussein alayhi salam will wash him and shroud him and pray over his body, and he will bury Imam al-Mahdi in his own grave, the grave of Imam Hussein. And Imam Hussein will become the Imam, and he will be in charge, he will lead, because Imam Hussein was so oppressed. يرجع أمير المؤمنين بعد الإمام الحسين والإمام المهدي صلوات ربي عليه، ويرجع النبي صلى الله عليه وآله كذلك إلى الحياة الدنيا. أمير المؤمنين تقول الرواية يحكم 44,000 عام. الإمام الحسين لا، يقول حتى يقع حاجباه على عينيه. النبي صلى الله عليه وآله يحكم تقول الرواية 50,000 عام. مختصر البصائر صفحة 27 عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن إبليس قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، فأبى الله عليه ذلك، فقال: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، فإذا كان يوم الوقت المعلوم ظهر إبليس لعنه الله في جميع أشياعه منذ خلق الله آدم إلى الوقت المعلوم. إلى أن يوصل شي يقول، يقول: ميقاتهم في أرض من أراضي الفرات يقال لها الروحاء، قريب من كوفتكم. يعني هذا الموعد موعد لقاء الشيطان مع حزبه جميعا إلى زمان آدم، وعلي ومحمد صلى الله عليهما وآلهما مع حزبهما من أنبياء ومرسلين وصلحاء إلى آدم راح يلتقون في تلك المنطقة. ماذا سيجري؟ قريب من كوفتكم فيقتتلون قتلا لم يقتتل مثله منذ خلق الله عز وجل العالمين. إلى أن شي يقول، يقول: ورسول الله بيده حربة من نور، فإذا نظر إليه إبليس، يعني هاي كل المرحلة كان يقاتل إبليس كلش عادي عنده، أنبياء ورسلهم حزبه وجماعته ويقاتلون، إلى أن يشوف النبي يقع بصره على رسول الله بيده حربة من نور، فإذا نظر إليه إبليس رجع القهقرى ناكصا على عقبيه، فيقول له أصحابه: أين تريد وقد ظفرت؟ وين منهزم؟ إحنا وصلنا مراحل، تقدمنا جاي نقاتل. فيقول: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. فيلحقه النبي فيطعنه طعنة بين كتفيه، فيكون هلاكه وجميع أشياعه، فعند ذلك يعبد الله ولا يشرك به شيئا.
الذين يحبون أن يعودوا إلى هذه الدنيا، دنيا النبي الأعظم، دنيا أمير المؤمنين، دنيا إبراهيم الخليل، دنيا جميع الأنبياء. الطريق إلى ذلك أن يقرأوا دعاء العهد 40 يوما. حر سليل أطائب آل كرام، وهو الذي إن جاء يوم ظهوره حان الحساب كأنه يوم النشور. جبريل صاح بسدة النصر الكبير، طال انتظارك سيدي أزيف الظهور.